أقول لذاك الذي فقد ابنا، فقد عافية، فقد جاها، فقد أي مفقود، قل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل لا تسخط معه، ولا أن تشتكي للمخلوقين تشتكي الخالق. ابتسم واعلم أنه سيأتي يوما من الأيام الأمل ليطرق بابك، لا لأن الظروف المحيطة بك تدعوك للأمل، لا، لأنك تعرف الله. فمن عرف الله بحق وصدق والله يعيش طمأنينة القلب، يعيش طمأنينة القلب، ويعيش سكينة النفس، ويعيش مطمئنا، لأن العاقبة بيد من؟ ولله عاقبة الأمور. يعقوب.